حنا اللي كنقولوا الناس اللي كيكون المرأة طبيعيا كتكون عندها الذات، عندها واحد الاحتياجات، واحد القدر ديال الهرمون ديال الغده الدرقيه لي هرمون تيرويديه. غير اش كيوقع ملي كتكون المراه حامله، خاص حتى الاحتياجات ديال الجنين حتى هما خاصهم يواكبوا حتى هما يتزادوا على الاحتياجات ديال المراه. اذا هذا الشيء علاش خاص المراقبه باش نخليو واحد القدر ديال الهرمونات، حيت ملي كنقولوا حنا الهرمونات ديال الغده الدرقيه اساسيين للحياه، حتى هما كيحتاجوا في النمو ديال الجهاز العصبي ديال الجنين. ملي كيكون الجنين خاصو هاد الاحتياجات وامه ما كتشربش القدر الكافي، كتقدر تعرض صحته الخطر. ولكن خاص العبار كيكون على حسب، حيت الطبيب اللي كيكون المعالج اللي كيكون كيتبع الحاله ديال المراه الحامل هو اللي كيخلي العبار يكون ديال الهرمونات في الذات طبيعي، اللي ما كيكونش فيه نقص وما يكون فيه فرط في الافرازات، باش ما يكونش الحياه ديال الجنين خطر. ولكن ما حد المريض بالغده الدرقيه كياخذ الدواء ديالو بانتظام في الوقت ديالو والقدر الكافي، كيكون كل شيء بخير وكل شيء طبيعي، او كتكون الصحه ديال الجنين كتكون طبيعيه. اذا الا لا قدر الله مرض اخر من غير الغده الدرقيه. ولكن الغده الدرقيه اللي خديتي الهرمونات، دوك النقص اللي عندك كتعوضه، كتعيش طبيعي، ما كيكون عندك حتى شي مشكل.